الجميل هنا بهذه التحديات والإثارة وانطلاقة شوطنا الثامن في مجموع الأشواط والشوط الثامن الخاص هنا أيضا بالزمول المهجنات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ. هذا الانطلاق الجميل ثامن أشواط هذه الفترة المسائية. هنا من ينطلق بعون من الله تعالى وتوفيقه بهذا الأداء المميز والجميل. إذا نسير معكم في هذه الانطلاقة، نسير معكم بهذا الأداء الجميل لمسافة 6 كيلومترات هي المسافة هنا المقررة لانطلاقة هذه النوعيات الجميلة من أيضا الزمول المهجنات الأصايل. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط، نتابع الصدارة. المقدمة والمركز الأول يأتي مشوش على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مع هنا أيضا سعيد بن سالم لينيبي في التضمير. من ينطلق بهذا الأداء المميز والجميل والتحديات والإثارة؟ من الجانب الآخر هناك المنطلق بهذا الأداء المميز. الأمور طيبة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سلطان بن عبد الله بشر الخاطري في تضميره. من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث؟ معالق على المركز الثالث وكحيلان على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الخامس، خامس المراكز، يأتي شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسم اسمي وسهيل بن سالم العامري في تضمير. سادس مراكزنا المركز السادس، ويأتينا صغان ثم الشيخ عمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري في تضمير. من يأتي على المركز في هذه اللحظات السادس، المركز السابع مولع ثم الشيخ عمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري. من ينطلق ثامنا وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السهيل بن مبارك بن مرخان في تضمير. من يأتي بهذا الانطلاق المميز في هذا الأداء الجميل؟ المركز العاشر يأتينا مياس ثم الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي مع سالم بن علي بن بخيت المسافري، ولكن أرى الوصول هنا من الشمالي. من وصل وتسلل بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا أيضا لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري في تضميره. من يصل هنا على المركز العاشر ويتسلل بدوره إلى المراكز المتقدمة؟ نعود إلى الصدارة، نعود إلى الرباعية على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المقدمة هنا والمنطلق وغير على الصدارة شاهين ثم الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع أيضا هنا المضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري. نأتي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول ومعالق في المركز الثاني. معالق من يأتينا على ثاني المراكز من نجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث مشوش القادم على المركز الثالث بهذا الأداء لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي. من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة؟ شكرا يا أبو أحمد على تقديم هذه النوعية المتميزة. ومن الجانب الآخر الأمور
طيبة، الأمور طيبة عندك يا أبو عبد الله دائم وأبدا. هنا لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سلطان بن عبد الله بشر الخاطري في تضميرة، ويأتينك حيلان من هجنة العاصفة على المركز الخامس بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز السادس الشمالي قادم، الشمالي قادم لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد بن محمد الخاطري، وصل قائد فيلق السوان هنا أيضا مع الشمالي بهذا الأداء المميز الجميل، بينما المركز السابع، المركز السابع هنا القادم صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري، وعلى المركز الثامن يأتينا مولع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، وعلى المركز التاسع، المركز التاسع ياتي صغاني سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري في تضميره، والمركز العاشر يصل هنا ايضا ما يهاب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وبقيادة مضمر النجوم الخامس حمد بن علي العويسي من يأتينا على المركز هنا أيضا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود مع رقص الزمول، ويا محلى الرقص مع الزمول، يا محلى الرقص مع الزمول، يا سلام يا سلام، رقص ممتع مع الزمول دائما وأبدا. بهذا الانطلاق نعود إلى الصدارة بعد مغادرة الثنين كيلومتر، الثنين كيلومتر جاوزناهن وغادرناهن بقيادة هنا أيضا على الصدارة شاهين، على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري في التضمير. من يأتينا على المركز الثاني هناك، الله الأمور طيبة، الأمور طيبة يا أبو سلطان، نعم نعم إنها الأمور طيبة من دام يتقدم من مركز يا أبو مركز يا أبو عبد الله، الأمور طيبة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع أبو عبد الله سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري في التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث، وأرى التسلل من الشمالي، الشمالي هنا ومشوش أيضا متواجد، الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي، هنا قائد فيلق السوان علي بن سعيد بن محمد الخاطري في التضميرة، ويأتينا مشوش، مشوش على الفوز ومشوش على الناموس. هنا أيضا لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم الجمعة المكتوم مع أيضا أبو أحمد أحد شباب المرمى هنا سعيد بن سالم لينيبي من يتواجد. يا سلام، بدت الامور، بدت الانطلاقات. هنا ايضا ابو سهيل ابو سالم هنا ايضا عزز المقدمه بصوغان سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم مع سهيل بن سالم بن سهيل العامري في تضميره. من ياتي مع الكيلو متر الاخير، هنا الكيلو متر الاخير في هذا الانطلاق والتحدي مع شوطنا الثامن في مجموع الأشواط والصدارة، الصدارة والمقدمة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا يأتينا صوغان من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، صوغان هنا هو انطلق الآخر شاهين، الاثنين أيضا ينطلقن، الاثنين ينطلقن هنا أيضا شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع السهيل بن سالم بن السهيل العامري، ويليه هناك صوغان ايضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي مع السهيل بن سالم بن السهيل العامري، ثنائيه ثنائيه هنا على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثالث ياتي مولع على المركز الثالث، ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سالم بن حمد بن هيان العامري من ياتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الشمالي، ولكن هنا نقول تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي على فوز. هنا ايضا صغان
وشاهين بالمركز الأول وصوغان بالمركز الثاني. تهانينا هنا أيضا للسهيل بن سالم بن السهيل العامري المركز الثالث. أتانا مولع لسمو الشيخ حمدان محمد بن راهب بن سعود المكتوم المركز الرابع. الشمالي لسمو الشيخ صقب بن وليد القاسمي المركز الخامس. من وصل هنا أيضا ما يهاب سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة هنا أيضا في هذا الانطلاق حمد بن علي العويسي. التوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول بهذا الانطلاق 10 دقائق 15 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني لأيضا شاهين. تهانينا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. تهانينا لسهيل بن سالم بن سهيل العامري. وهناك صغان ثانيا أيضا بنفس الشعار 10 دقائق 17 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني. بينما ثالث المراكز كان مولع على المركز الثالث. هنا من انطلق هذا الأداء والتحدي 10 دقائق 18 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعود مكتوم. تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري.